مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. المقابر الجماعية جريمة ارتكبها نظام البعث البائد وسارت على خطاه فيها عصابات القاعدة وداعش الإرهابية. مديرية شهداء مدينة الصدر تنفذ حملة للتبرع بالدم وأخرى لتقديم الرعاية الصحية لطلبة المدارس الابتدائية. الطالب عباس عبد منديل ينال شهادة الدكتور في الآثار عبر قناة مؤسسة الشهداء. وفي زاوية أخبار مؤسسة الشهداء نتابع مدير مديرية شهداء كربلاء المقدسة يناقش مع وزيرة الإعمار والإسكان آلية تسليم 1200 قطعة أرض سكنية إلى المديرية لتوزيعها بين ذوي الشهداء. ناقش مدير مديرية شهداء كربلاء المقدسة علي هادي مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة آن نافع أوسي آليات تسليم قطع أراض واسعة إلى المديرية لغرض توزيعها كقطع أراض سكنية بين ذوي الشهداء من أبناء كربلاء المقدسة وتسهيل الإجراءات الإدارية لهذا الغرض. وكانت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صادقت على تخصيص الأرض المذكورة التي تضم 1200 قطعة أرض سكنية ضمن حدود بلدية المحافظة لصالح مديرية شهداء كربلاء المقدسة. هذه القطعة كانت مخصصة لدائرة الإسكان لتنفيذ مجمعات سكنية، بسبب الأزمة المالية انتفى الحاجة إلها، ولهذا عدناها وتت الموافقة لإعادتها من دائرة الإسكان وإلغاء تخصيصها إلى دائرة بلدية كربلاء لغرض توزيعها إلى عوائل الشهداء. تباحثنا حول موضوع مقاطعة 704 التي تم تخصيصها لعوائل الشهداء بالشهر قبل شهر من هذا التاريخ اليوم، وتم تباحث عن تسهيل الإجراءات لإكمال عن إكمال هذه الإجراءات مع وزارة العمارة والإسكان وسحبها وتسليمها للبلدية ومن ثم توزع على عوائل الشهداء. وأعطى التوجيه سريع معالي الوزيرة إلى المدراء العامين وإلى البلدية بالتوزيع. تنفيذا لتوجيهات رئيسة المؤسسة، مديرية شهداء البصرة تنجح في تخفيض إجور دراسة الطلبة من ذوي الشهداء في عدد من المدارس الأهلية. تنفيذا لتوجيهات رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة عبد الأمير الشمري، نجحت مديرية شهداء البصرة في التنسيق مع إدارات عدد من المدارس الأهلية في المحافظة لتخفيض أجور الدراسة للطلبة من ذوي الشهداء. معاون مدير مديرية شهداء البصرة أحمد كاظم أشاد بمبادرة إدارات المدارس الأهلية تخفيض أجور الدراسة لذوي الشهداء، داعيا جميع إدارات المدارس إلى الاقتداء بها وفاء لدماء شهداء وتكريما لذويهم. قامت المؤسسة بمراجعة بعض المدارس الأهلية والحكومية بحول قبول الطلبة، فكان هناك عدد من الطلبة تم قبولهم في الدراسات الثانوية والابتدائية من ذوي الشهداء في المدارس الأهلية، فكان هناك بادرة من بعض المدارس بتقديم بعض التسهيلات بنسب مختلفة، قسم منهم من يعفي ذوي الشهداء بنسبة 20% و25%، وقسم منهم 50% وقسم منهم 100% على الفئات الثلاث، وهي شهداء النظام البائد وشهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا الإرهاب من جراء العمليات العسكرية والإرهابية. فهناك هذه البادرة يجب أن تكون البادرة تعم على الجميع،
ونثني عليهم على إدارات المدارس اللي عفت الطلبة بالشكر الجزيل، خصوصا من قبل رأس المؤسسة بتكليف مدراء المديريات بمتابعة المدارس وتقديم لهم الشكر الجزيل لهذه المدارس. المسؤولون في إدارة المدارس المبادرة إلى تخفيض أجور الدراسة أكدوا أن ما قدمته مدارسهم للطلبة من ذوي الشهداء يمثل عرفانا لتضحيات الشهداء التي حمت العراق وأهلها. إنصافا لشريحة ذوي الشهداء ووفاء لدمائهم الزكية، الهيئة المؤسسة لمدارس الإدريسي ارتأت أن تجعل في كل مرحلة الابتدائية والثانوية للبنين والثانوي والبنات حجز 10 مقاعد بتخفيض لأبناء الشهداء. وليس غريب على هذه المؤسسة، حيث منذ تأسيسها العام 2009 احتضنت الأيتام بتخفيض 50% من الأجور الدراسية وتجهيزهم بالقرطاسية والكتب مجانا. ووفاء لدمائهم في المعارك الأخيرة ضد داعش وتحرير الأراضي العراقية من دنس التكفيريين، قامت مدارس الإدريسي بحملات تطوعية وللدعم اللوجستي، وكذلك في قبول الطلبة وأبناء الشهداء الحشد الشعبي مجانا في مدارس الإدريسي. احتادت مدارسنا بالتنسيق مع الأخوة في مؤسسة الشهداء بمطالبتهم في أغلب الأوقات أو تزويد ذوي الشهداء بكتاب رسمي، وهذا الكتاب عندما يوصل يجب أن نحترمه ويجب أن نعتز به. ومن خلال هذه الكتب ومن خلال هذه المتابعة الميدانية والتنسيق المشترك ما بين مدارس، بين إدارة مدارس الإندلس وبين مؤسسة الشهداء، قدرنا أن نقدم العون والمساعدة، وإن شاء الله نبقى مستمرين بتقديم الخدمات المستمرة. ونعاهد كل أولياء الأمور أن نكون متجاوبين وياهم في كل اللحظات، فأملنا إن شاء الله نستمر بهذه المبادرات اللي أنتم من خلال جهودكم كمؤسسة شجعتونا ووعيتوا عوائل الشهداء وشعرتوهم بأن الدماء التي سفكت في سوح المعارك لن تذهب سدى. أهلا بكم من جديد. تمثل المقابر الجماعية أبشع جريمة ارتكبها نظام البعث البائد وسارت على نهجه فيها عصابات القاعدة وداعش الإرهابية لتغييب 100,000 من العراقيين. التقرير التي يسلط الضوء على حجم هذه الجريمة وجهود مؤسسة الشهداء في الكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على الضحايا وتعويض ذويهم. على مدى أكثر من 3 عقود من الزمن ارتكب نظام البعث البائد من الجرائم ضد العراقيين ما يندى لها جبين الإنسانية، لكن جريمة واحدة فقط كشفت وحشية ذلك النظام، وهي جريمة المقابر الجماعية التي غيب فيها معارضيه، فيما أضافت عصابات القاعدة وداعش الإرهابية مقابر جماعية جديدة بعد عام 2003. وكجزء من جهود المعنيين في العراق الجديد لرد الاعتبار للضحايا، أقر يوم 16 من آيار من كل عام يوماً للمقابر الجماعية. مؤسسة الشهداء باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالشهداء ورعاية ذويهم تحرص على الاحتفاء سنوياً بيوم المقابر الجماعية بهدف فضح تلك الجريمة النكراء وتعرية مرتكبيها وحماية المقابر الجماعية المكتشفة، لتظل دليلاً دامغاً يدين نظام البعث البائد مثلما يدين عصابات القاعدة وداعش الإرهابية. يوم المقابر الجماعية يوم ينبغي أن يلاقي من الاهتمام الكبير من أبناء الشعب العراقي ومن عوائل الشهداء ومن الحكومة ومن كافة من يعنيه الأمر،
وكافة أبناء الشعب العراقي. يوم المقابر الجماعية يوم 16/5، هذا اليوم الذي تم إقراره يوما للمقابر الجماعية على اعتبار كان عندنا أكثر من 150 مقبرة جماعية في عموم العراق للضحايا وللشهداء الذين غيبهم نظام البعث البائد قبل عام 2003، وهؤلاء كلهم من أبناء الشعب العراقي وكلهم لا ذنب لهم سوى معارضتهم لسياسة النظام البائد، هذه السياسة القمعية التي جرت على أبناء الشعب العراقي، وما كان مصيرهم إلا تغييبهم في مقابر جماعية وفي حفر جماعية. 16/5 من كل عام نستذكر ضحايا جرائم المقابر الجماعية اللي اقترفها نظام البعث الدكتاتوري المباد، وكذلك اللي اقترفتها العصابات التكفيرية وتنظيم داعش. طبعا هذه التضحية اللي بذلها الضحايا من أجل أن ننعم بالحرية اللي يتمتع بها الشعب العراقي حاليا، هذا الملف يعتبر من الملفات المعقدة والشائكة. لذلك فإن قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 وقانون رقم 13 لسنة 2015 رسم وحدد الأطر القانونية لمعالجة هذا الملف، كذلك حدد الآليات الفنية للتعامل مع فتح هذه المقابر. توجد فرق فنية متخصصة في مجال فتح القبور، هذه الفرق مدربة في لدى منظمات دولية وكذلك تلقت التدريب خارج البلد. تم فتح كثير من المواقع يزيد على 91 موقع أو أكثر، لكن لا زال لدينا الكثير لم تفتح لحد الآن، تقريبا يزيد على 191 موقع لم يفتح لحد الآن. نحتاج إلى دعم دولي في هذا الموضوع، كذلك توفير تخصيصات مالية لازمة لغرض الشروع والانتهاء من هذا الملف. وإذا كان نظام البعث البائد غيب مئات الآلاف من العراقيين في المقابر الجماعية بسبب رفضهم سياسته العدوانية ودكتاتوريته، فإن عصابات القاعدة وداعش الإرهابية مارست الدور ذاته، فخلفت عدداً من المقابر الجماعية فاق ما ارتكبته يد البعث الآثمة، لتؤكد تلك العصابات أنها الوريث الشرعي لنظام البعث البائد. هذا القمع الذي مارسه نظام البعث البائد لم يمارس في كل العالم، لم نجد هكذا عدد من المقابر الجماعية، هذا ما قبل عام 2003. والطامة الأكبر لما بعد 2003 وبسبب العصابات الإرهابية والقوى الظلامية، عصابات القاعدة وداعش، اليوم نعاني أيضا ضعف هذا العدد من المقابر الجماعية في المناطق التي اغتصبها داعش في نينوى والأنبار وغيرها من المحافظات، صلاح الدين، كركوك، المقابر حتى بعضها محدد، سنجار، سبايكر، المنطقة الغربية، سجن بادوش. ما يعيشه العراقيون اليوم من أمن واستقرار لم يتحقق إلا بدماء الشهداء، لذا فإن الإنصاف يحتم على جميع العراقيين استذكار الشهداء الأبرار بإحياء يوم المقابر الجماعية، كما يتطلب تقديم الدعم اللازم لمؤسسة الشهداء لتواصل جهودها في الكشف عن المقابر الجماعية وتحديد هويات الشهداء. اليوم القوى الظلامية طردت الحمد لله من أرض العراق، لكن ماذا ينبغي على أبناء الشعب العراقي؟ ماذا ينبغي على مؤسسات الدولة؟ ماذا ينبغي على كل المؤسسات التي تنعم اليوم بحياة كريمة آمنة مستقرة فيها حرية؟ ماذا ينبغي أن يقدم هؤلاء لتكريم الشهداء ولتكريم عوائل الشهداء؟ أولا، هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون أرواحهم ودماءهم لم يعزوها على العراق وعلى مقدسات العراق، فينبغي الوقوف يوم 16/5 يوم المقابر الجماعية، الوقوف إجلالا وإكراما لهؤلاء الشهداء، وثانيا دعم مؤسسة الشهداء لتغطية هذه المقابر الجماعية سواء من ناحية موظفين متدربين أو من ناحية التخصيصات المالية أو من ناحية توفير الوضع الأمني والصحي والنفسي لموظفي مؤسسة الشهداء الذين يقومون بفتح المقابر الجماعية. في ظل الوضع المالي الحرج الذي تعيشه، تقف مؤسسة الشهداء عاجزة عن إيفاء ذوي الشهداء حقوقهم
التي أقرها لهم القانون. من هنا فإن الواجب الوطني يحمل الجهات المعنية بل والعراقيين جميعا مسؤولية الوقوف إلى جانب المؤسسة كي تتمكن من تعويض ذوي الشهداء بما يتناسب وتضحياتهم. عوائل الشهداء اليوم لديهم استحقاقات في القانون، عوائل الشهداء في مقابل تضحياتهم، في مقابل معاناتهم وفقدانهم لأعزائهم، ينبغي أن يكرمهم العراق وأن يكرمهم أبناء الشعب العراقي بكل ما أوتوا من إمكانيات. اليوم لدى أبناء الشهداء، لدى عوائل الشهداء استحقاقات مالية، استحقاقات علمية، استحقاقات صحية. ينبغي على كل جهة مختصة أن تقدم أفضل الخدمات لذوي الشهداء، لأن كل أبناء الشعب العراقي اليوم ينعموا بالحياة الحرة الكريمة بفضل دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل العراق، سواء في زمن النظام البائد ومقارعته وأسقاطه أو ما بعد سقوط الصنم وبعد 2003 في مقارعة العصابات الإرهابية وهزيمة داعش. الكشف عن المقابر الجماعية والتعرف على هويات الشهداء يمثل جانبا من جهود مؤسسة الشهداء في توثيق جرائم نظام البعث البائد وعصابات القاعدة وداعش الإرهابية، كما يوجه رسالة إلى العالم أجمع عن حجم تضحيات العراقيين في مواجهة الدكتاتورية وفي الدفاع عن تجربتهم الديمقراطية. نفذت مديرية شهداء مدينة الصدر حملة للتبرع بالدم لصالح جرحى القوات المسلحة والحج الشعبية، وأخرى لفحص وعلاج وتوعية طلبة المدارس الابتدائية في الأحياء القريبة من مدينة الصدر. المزيد في التقرير الآتي. من بين مديريات الشهداء في بغداد والمحافظات، تتميز مديرية شهداء مدينة الصدر بتقديمها الدعم لأبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي والرعاية الصحية لذوي الشهداء وسواهم من المواطنين. اليوم نفذت مديرية شهداء مدينة الصدر حملتين تداخلتا في التوقيت واختلفتا في الأهداف. الأولى كانت حملة للتبرع بالدم، والثانية تمثلت بتقديم خدمات الفحص والعلاج لطلبة المدارس في الأحياء المحيطة بمدينة الصدر. استمرارا لدور مديريتنا ومؤسسة الشهداء في العمل على تقديم كل ما يمكن تقديمه للشهداء ولذوي الشهداء، تقوم اليوم مديريتنا بحملة للتبرع بالدم وحملة أيضا أخرى لغرض إجراء الكشف والفحص للطلبة من ذوي الشهداء والطلبة بصورة عامة في بعض المناطق التي تحتاج إلى ذلك. حملة التبرع بالدم في مديرية شهداء مدينة الصدر نفذت بالتعاون مع مصرف الدم في مدينة الصدر دائرة صحة بغداد الرصافة، وكان الهدف منها توفير الدم لمن قدموا دماءهم دفاعاً عن العراق من جرح القوات المسلحة الباسلة والحشد الشعبي تقديراً لتضحياتهم. قمنا مديرية الشهداء مدينة الصدر شعبة الإعلام والعلاقات بالتنسيق والعمل على حملة الدم التي أقيمت في مديريتنا، وذلك دعما لجرحى شهداء لجرحى الحشد الشعبي والجيش، وذلك لما قدموه خدمة في سبيل الدين والوطن والعقيدة. مديرية شهداء مدينة الصدر التي تميزت بعطائها لذوي الشهداء وسائر أهالي مدينة الصدر والأحياء المحيطة بالمدينة أطلقت حملة صحية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية في الرصافة والشرطة المجتمعية، تهدف إلى فحص طلبة المدارس الابتدائية وعلاج الأمراض الجلدية المتفشية في مدارسهم. قامت مؤسسة الشهداء مديرية شهداء مدينة الصدر بالتنسيق مع مركز الحساسية والربو ومستشفى الإمام علي بحملات توعية للمناطق النائية اللي هي منطقة حي طارق
بزيارات للمدارس. هاي المدارس كانت يعني لاحظنا شخصنا بها عدد كبير من الأطفال المصابين بالجرب وحساسية كان عندهم، والحمد لله والشكر تم تشخيص الحالات وتوفير العلاج من قبل مديرية ومن قبل الأطباء اللي موجودين ويانا. فعاليات خدمية وصحية متنوعة تنفذها مديرية شهداء مدينة الصدر ليؤكد ذوي الشهداء سيرهم على الطريق الذي رسمه الشهداء بدمائهم، طريق البذل والتضحية من أجل العراق وأبنائه. في قسم الآثار بكلية الآداب جامعة بغداد حصل طالب عباس عبد منديل على شهادة الدكتور في علم الآثار بدرجة امتياز ليسجل اسمه في سجل الشرف سجل الطلبة الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء. لنتابع هذا التقرير. في إطار جهود مؤسسة الشهداء الرامية إلى دعم الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء لينالوا الشهادات العليا، شهد قسم الآثار في كلية الآداب بجامعة بغداد مناقشة الطالب عباس عبد منديل عن أطروحته للدكتوراه الموسومة حماية الموروث الحضاري لبلاد الرافدين في المواقع الآثارية والمتاحف. وقررت لجنة المناقشة منح الطالب شهادة الدكتوراه في علم الآثار بدرجة امتياز. موضوع طروحة الدكتوراه اللي تقدم بها الطالب عباس عبد منديل من المواضيع الجيدة والجديدة والتي تستحق الدراسة، وفعلا هي من المواضيع التي لم تطرق سابقا. بذل الطالب جهودا استثنائية كبيرة، استخدم المراجع والمصادر القديمة والحديثة، تقريبا أكثر من 800 مصدر استخدم الطالب، وكانت النتيجة أنه كان شغلا رائعا واستخدم الأسلوب العلمي الرائع الدقيق. الكتابة كانت مطابقة لما دونه في ثنايا الأطروحة. الباحث قد أجاد في عرض الأحداث وفي سرد كافة الأحداث التاريخية التي تتعلق بجميع المواقع وكيفية حماية الموروث الحضاري، فكان موضوع يستحق درجة عالية عليه لما بذله من جهود في عرض جميع الأحداث، وخاصة إذا ما علمنا أنه الطالب قدم أكثر من 400 صفحة من الأطروحة، فهذا دليل على أن الموضوع، خاصة إذا ما علمنا أن الموضوع الذي استخدمه الطالب قد أدخل فيه القانون الدولي وكيفية الحماية على المواضيع الأثرية. مديرية شهداء الكرخ التي كانت على تواصل مستمر مع الطالب منذ قبوله في الدراسات العليا حرصت على إرسال وفد يمثلها لحضور جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب لتضيف الدعم المعنوي إلى ما قدمته له من دعم مادي طيلة مدة دراسته العليا. حضر اليوم وفد مؤسسة الشهداء مديرية شهداء الكرخ لمناقشة طالب الدكتوراه عباس عبد منديل لرسالته الموسومة حماية الموروث الحضاري لبلاد الرافدين، وإن شاء الله هذا إنجاز لعوائل الشهداء ونتمنى للطالب التوفيق والتقدم. الباحث الذي قدم بحثاً علمياً متميزاً في مجال الحفاظ على الآثار نال استحسان لجنة المناقشة، أشاد بجهود مؤسسة الشهداء في رعايته منذ قبوله في الماجستير حتى حصوله على شهادة الدكتوراه. دابت مؤسسة الشهداء على مساندة أبنائها في المجال التعليمي والمجال الثقافي وعلى كافة الأصعدة. بالحقيقة هذه المرة الثانية اللي أتشرف أن تدعمني مؤسسة الشهداء لنيل شهادة الدكتوراه، وسبق ذلك حصولي على شهادة الماجستير والحمد لله وبدرجة امتياز. شكري وتقديري إلى مؤسسة الشهداء الداعمة دوما لذوي الشهداء مع وافر شكر والتقدير. وإذ تمنح مؤسسة الشهداء الطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء فرص مواصلة دراستهم العليا، فإنما لتؤكد قدرة ذوي الشهداء على نيل الشهادات العليا بعد أن منعوا من ذلك قسراً في حقبة حكم نظام البعث البائد.
مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة ومتابعة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.